كتاب التوحيد قال هذا الباب، الباب الأول، نريد أن نسمي هذا الباب باب وجوب التوحيد. لو تنظر في الأدلة الواردة في هذا الباب تجدها تجتمع في ماذا؟ في وجوب التوحيد. إذن الباب الأول وجوب التوحيد. لماذا جاء المؤلف رحمه الله تعالى بالباب الأول؟ حتى تعلم أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. تمام، إذا عرفت وجوب التوحيد جاء بالباب الثاني. ما هو الباب الثاني في كتاب التوحيد؟ الباب الثاني ما هو؟ فضل التوحيد وما كفر من الذنوب. فضل التوحيد وما كفر من الذنوب. لو قال لك قائل المؤلف قال فضل التوحيد، هذا معناه أن التوحيد ليس بواجب عند المؤلف رحمه الله، نقول لا، هو بدأ بأي باب؟ بوجوب التوحيد وثنى بفضل التوحيد. وهذا لا يعني، لأن ذكر فضل التوحيد لا يعني أن التوحيد ليس بواجب. مثلا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، هل يعني هذا أن صيام رمضان ليس بفرض؟ لا. إذن لماذا جاء بفضل التوحيد؟ حتى تشتاق، لأن هناك من ينفر عن التوحيد وعن تعليم التوحيد وتعلم التوحيد. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا كنت لا تفرح بدرس التوحيد أنت على خطر. نعم، لأن التوحيد تعلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. طمأنينة، هداية، صحيح. أي نعم، الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن بدأ بوجوب التوحيد حتى تعلم أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات، وثنى بفضل التوحيد حتى تشتاق. قال تشوقت الآن للتوحيد، أريد منك بالباب الثالث أن تحقق التوحيد. تحقيق التوحيد، تنقيح التوحيد، تصفية التوحيد من ماذا؟ من الشوائب. ما هي؟ الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي. قال لابد تحقق التوحيد، وبقدر ما تحقق من التوحيد يحصل لك الهداية والطمأنينة في الدنيا وفي الآخرة. إذن تحقيق التوحيد أي تنقيح التوحيد وتصفية التوحيد من الشوائب، الشرك والبدع والمعاصي. يحقق التوحيد كيف؟ لابد من تحقيق التوحيد بالقول والعمل والاعتقاد. يعني لا يصلح أن تقول دون أن تعتقد، دون أن تعمل. إذن يكون تحقيق التوحيد بالقول والعمل والاعتقاد. هو رحمه الله في هذا الباب ذكر لك الإمام، من هو؟ الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أثنى الله عليه، كسر الأصنام بيده وأراد أن تقتدي به. أثنى الله عليه في الآية وذكر عنه أمور ستة. فإذا كنت ممن يريد أن يحقق التوحيد تقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور الستة. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة، أي إماما قدوة، قانتا كثير الطاعة مع الدوام عليه، لله إخلاص، حنيفا مقبلا إلى الله مدبرا عن الشرك، ولم يكن من المشركين البراء من الشرك وأهله، شاكرا لأنعمه. ثم أراد أن تقتدي بسادات الأولياء والذين هم بربهم لا يشركون، لا شرك أكبر ولا أصغر، وأراد أن تثبت على التوحيد حتى ولو كنت وحدك. قال والنبي وليس معه أحد. ترك التوحيد؟ لا. إذن كأنه يقول لك تثبت على هذا التوحيد حتى ولو كنت وحدك. وأراد أيضا في تحقيق التوحيد ترك طلب الرقية، يعني لا تأتي الإنسان وتقول تقرأ علي الرقية مثلا، ولا الاكتواء ولا التطير، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى التطير والاكتواء.
إذن تحقيق التوحيد لابد أن نحقق التوحيد عند المؤلف بقراءة الباب، وقلنا منه الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، اقتداء بسادات الأولياء، الثبات على التوحيد ولو كنت وحدك، ترك طلب الرقية والكي والاكتواء لصدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة.